الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت خلية الإعلام الحكومي ضبط وإحباط محاولة تهريب 11 حاوية سببت هدرا بالمال العام بمبلغ 80 مليون دينار في منفذ ميناء أم القصر الشمالي بمحافظة البصرة. وأوضحت الخلية أن ملاكات الهيئة في منفذ ميناء أم القصر الشمالي تمكنت من ضبط 11 حاوية خارج الحرم الجمركي معدة للتهريب. تم إنجاز معاملتها من قبل مركز جمرك بوابة البصرة بطريقة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد. أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ضبطها مستندة صرف مشروع صيانة وهمي وأدوية منتهية الصلاحية مجهزة من وزارة الصحة في محافظة المثنى. وقالت الدائرة أنها تمكنت من كشف صرف مبالغ مالية لمشروع وهمي لم ينفذ على أرض الواقع، لافتة إلى أنه تم صرف المبلغ المخصص لأعمال صيانة وتأهيل في قسم المختبر في مديرية الماء بدون تنفيذ حقيقي. وأضافت أنها ضبطت خلال عملية ثانية 5600 شريط دواء تم التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحيتها. وأوضحت أن الفريق كشف عن حصول حالات تلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية للأشرطة الحقيقي عن طريق وضع لصاقة بتاريخ صلاحية آخر. أعلنت وزارة التجارة والصناعة في كردستان العراق تسلمها أكثر من 5 مليارات دينار من الحكومة الحالية في بغداد كجزء من المستحقات المالية للمزارعين عن تسويق محصولي القمح والشعير. وقال مدير عام التجارة أزاد كامل إنه تقرر أن ترسل بغداد الوجبة التاسعة من مستحقات المزارعين في كردستان العراق بعد استكمال الإجراءات الإدارية. وأضاف أن بغداد خصصت مبلغ 3 مليارات دينار و240 مليون دينار للسليمانية ومليارين و70 مليون لأربيل و313 مليونا إلى دهوك. حذر تقرير اقتصادي من تزايد الضغوط مؤخرا على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد. وأشار التقرير الصادر عن قطاعات الدراسات الاقتصادية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إلى ما يشهده قطاع الاتصالات من تدهور متواصل منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد منذ 7 سنوات، وأدى إلى تدني مستوى تقنية المعلومات في اليمن. ورصد التقرير تراجعا في الناتج الإجمالي الحقيقي لقطاع الاتصالات الخاص بمتوسط سنوي بلغ 8.6% خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2014 إلى مطلع عام 2021، مقابل تراجع بنسبة 6.1% في القطاع العام لنفس الفترة، ما أدى إلى فقدان الفرص المتاحة لتطوير هذا القطاع. أشارت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا الدين جاء نتيجة توظيف الحكومة الفيدرالية تريليونات الدولارات في مكافحة وباء كورونا، بما في ذلك 5 تريليونات دولار خصصت لتسديد مساعدات العاطلين عن العمل ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز بأمان الله.